منذ المواجهات الماضية هنالك على مستوى المنافسات في دوري أبطال آسيا. ننتظر لنعرف لدحيل من أجل الصدارة، الأهلي من أجل مستوى مدرجات مباريات كرة القدم هنا في منافسات بطولة الدوري. الكرة لمصلحة الدحيل الجولة القادمة في بطولة الدوري، أو نحن حاليا في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري. الجولة القادمة راح تكون يوم الخامس والسادس والسابع، يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين قبل سنتين تقريبا من الآن. كرة بمحاولة تصل عن طريق اللاعب المعز، أمامية ملعوبة الكرة الماضية أبعدت، عادت في الجهة اليمنى، تغطية تأتي بعد ذلك عن طريق اللاعب عبد الله أو محمد تريزور، أمامية إلى رائعة جدا الكرة الماضية وصلت إلى فريدون، وهو يسقط خطأ، لكن حكم المباراة بهدفين مقابل لا شيء. إلى الآن الأمور لا زالت في أرضية الملعب، كرة بمحاولة تصل عن طريق ماجد محمد إلى محمد تريزور إلى ماجد إلى تسديدة قوية، يا سلام، عادت المحاولة من جديد، وصلت من أميد إبراهيم يسدد، لكن يجب أن يكون بينهم كما عهدناه، كما عرفناه الأهلي أحد أبرز المدارس في عالم كرة القدم القطرية التي قدمت مجموعة من الأسماء لكرة القدم القطرية خلال السنوات الماضية، أبرزها حقيقة والحديث عن مجموعة كبيرة من الأسماء مثلت منتخب قطر. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، فرصة للتقليص، كرة في المرمى، خطير المحاولة الماضية، لكن التصدي يأتي، والمدافع في اللقطة الماضية يبعد الكرة من على خط المرمى هنا من خلال أحداث هذا اللقاء بديلا لماجد محمد. كرة لمصلحة ناصر خلفان، محاولة بلمسة تصل إلى نايجيل ديونج يلعب الكرة في الجهات اليمنى، تصل عن طريق اللاعب المتقدم في اللقطة الماضية وهو البديل جاسم محمد، وابعدت الكرة الآن. بعض الأحيان لا تؤثر على مسيرة الفريق، لكن خسارة الاستقلال بعد ما كانت كل الأمور تسير لمصلحة الدحيل، أو خسارة بيروزي الإيراني بعد ما كان متقدم هنا في أرضية ميدانه بهدف، ذهب هنالك وتقدم أيضا بنتيجة المباراة. كرة عن طريق محسن اليزيدي، تسديدة في المرمى، يسجل محسن، يقلل إلى اللاعب بارو صديقي. مهم الكرة إلى خارج أرضية محداث الدقيقة التاسعة، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى. الحارس يزن نعيم كرة في منطقة الجزاء، أحد أبناء النادي العربي. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، يزن نعيم، ركلة مرمى أو رمي ركلة ركنية، كرة من نام تاهي، محاولة بتسديدة تأتي من المعز، لكن أيضا حمد بن خليفة بالنادي الأهلي من أجل مراقبة الفريق. كما ذكرت كل التقارير تشير إلى أن إدارة النادي الأهلي أنهت تقريبا كل الأمور المتعلقة بالتوقيع مع المدرب. يترك أرضية الميدان لعبد الله عبد السلام، كرة بصافرة موجودة وخطأ، المحاولة ملعوبة بتسديدة مباشرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب.